شعور كتير حلو، أخيرا رح ناكل أكل بيت. مدام فيني اطلب تعملي لي فطاير بالفرن؟ صراحة كانت أمي تعملهم ويطلعوا كتير طيبين من إيديها، بس كتري لي حشوة فيها. عندك جبنة بيضة؟ ايه عنا، نحنا بنعملها. شو حلو، عن جد جوعتيني. لتكوني مفكرة هذا الزلمة زوجك وعم تعملي له أكل؟ عملي أكل بسيط عادي وحاجة تعطيه اقتراحات. ابني المسكين على الآن برا بسببك أنتي، وأنا مجبورة أحضر معك الأكل. بس أنا عم أعمل كل هذا لحتى أنقذ ابنك شبهام أختي. اعملي أكلة حلو، يلا روحي ساعديهم. إيه؟ شوفي أنا اعتبري مطبخك عادي، مشتهي أكلة حلو، متحلى بعد العشاء. حلو؟ ما بعرف أعمل حلو أنا أبدا. ما بتعرفي؟ ها؟ لكن ليش جاي لهون؟ لا 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 لا، خلص نزلوا. أنا رح أفتح النت وطالع أطيب وصفات حلوة أعمل لك ياهن لبعد العشاء، بس رجاءً خليني أسأل، رجاءً ما بتحمل أنا. ممتاز، أنت حضران شي وصفات؟ إيه أنا كمان بصراحة كنت تابعهم كتير، بس ما كنت أفهم. إيه شو صار لك؟ كملي شغلك، يلا تسرع. لا ترعبها، منشان الأكل يطلع طيب من تحت إيديها. شوفي حطي الدواء اللي عطيتيه لأمي، لازم يغمى عليهم، ما ضل عنا غير هالطريقة. معقول؟ أبرجيتي عرفت بقصة الدواء الجديد ولساتها ساكتة؟